شوى الكتابة. لا لا والله غريبة الحمار، كنت عم دور له على حمارة يعني يحبها وتحبه ودغري بينزل ذهب، دغري جابني لهون على هذا المحل كأنه حبك الحمار. شو هالحكي؟ يعني لأنه حبني نزل ذهب؟ هو بينزل ذهب بس للي بيحبهم. يعني هو حبني من أول نظرة؟ من أول نظرة. عن هاي يا حمار حبيتني، على هاي أروح اللي حبيتني ولا حبيتها ولا حبيتها. دخلك بدك تبيعه؟ ايه بيعه. بدي 100 دهب. اشترينا اشترينا على راسي. استنى يلا ايه وصدقوك لكن بعتلك الحمار ب 100 دهب. 100 دهب؟ لكن 100 دهب. طيب بركي كشفه لك. انا مظبط اموري على كل شيء، ما تخافي انت. شلون مظبط امورك؟ الله يمد لي بعمرك، فوت الله لا يحرمني اياك. حام حام اكتب ان شاء الله عم يتعب. يخلي لي اياك يخلي لي اياك. يوه يوه لك شو هاد؟ مثل ما لك شايف يا حمار. ولشو جايبه لهون؟ لك يعني ليش بلا انا جايبه؟ هذا حمار غير عادي. شو يعني بيطير؟ لك لا اكثر 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 من هيك بكثير. شو يعني؟ لك حمار بينزل دهب. يعني هذا الحمار إذا شاف واحد وحبه بصير بينزل دهب. تصوري أنا من أول نظرة حبني الحمار وصار ينزل دهب. الله يثبت علينا العقل والدين. لك حمار مفوت لي إياه على البيت، شلون هيك؟ لك شبكي عم نقلك بينزل دهب. مو بس هيك، طالما ما حبك الحمار لعجب له حمارة، إذا حبه بصير بينزل دهب. بالله والله. تعال أقلك، شو رأيك أتحطه برا على مصقة ومن هنيك بشوف حمارة رايحة وحمارة جاي وانت كل شوي شوي بتطلطل عليه؟ شو رأيك بهالفكرة؟ هي يعني فكرة مع بس انا بخاف ينسرق الحمار. لا ما رح ينسرق ما رح ينسرق. على مسؤوليتك ها؟ ايه. لك الله بيحبك هلا رح تشوف كذا حمارة مو مثل انا على وحدة. الله يعزك ابن عمي. يلا تعال. حام حام تعال. الله يثبت علينا العقل والدين. لك يبشني الدم يبشوني هالعيون. أنكوك أنكوك يا حبيبي أنكوك. ابن عمي شو يعني أنكوك؟ يعني عم قل له ينزل دهب نزل دهب حبيبي أنكوك. شكميك أوركوكو أيبيكي عم حماري أيكي أوركاي. ابن عمي شو يعني هاي اللغة؟ لك هاي لغة الحمار. شكميك يا حمار شكميك خرب بيتها. يعني أنت بتعرف تحكي مثل الحمار ابن عمي؟ لك آخ فوتي 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 لجوا. لك فوتي لا شافك ما عدت ينزل دهب. فوتي فوتي. مرك مالك رايح معي للاكل؟ لك قلت لك فوتي لنفوت انا وياكي. يلا ابن عمي يلا 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 يا حمار يخرب بيتك خزلتني يا ويلك. اخ عم تقلي شفيك عم تقلي عنكم. شلونك يا حمار؟ عزاك بدر. تعال تعال عنا شغل انا وياك. تعال تعال شو تعال. لك يا ويلك من ظلامنا. لك يا ويلك من ظلامنا. لك يا ابو بدر انخرب بيتك انخرب بيتي يا عم بدر. لك انخرب بيتي. لك انسرع الحمار انسرع الحمار. راحوا الميت تابي راحوا. لك هلا فهمني لك عن حدا بيشتري حمار بمية ذهب؟ والله مالي عرفانة مين الحمار. لك الحمار اللي برا انسرق. لك انسرق. ايه طول بالك طول بالك طول بالك. عود لجيب لك كاس مي. عود مالي عسلان. لك اخ لك اخ يطلع من الفينار. جيبيني مي.
مزح. جيبي لي مزح. خرب بيت. يا خرب بيت. رايح اجيب لك مزح. يلا. لك انسرى لحمة. لك انسرى بدي روح على الكركو. بدي اشتكي عن انسرى. هذا هو بيته. كل واحد من بيناتكم له مني 5 ذهبات اذا بجيب لي 100 ذهبة منه. ها شو هالشغلة هي؟ اي والله بطالع لك ياهن من عيونه عامس. لعيونك. لا سعد افتح لا. لك افتح ولا سعد افتح. افتح لي ما تخاف من الله. افتح يا سراء الذهبات. حرامي. شو بدنا نسوي؟ لك نصاب. رح نسوي اتفقنا عليه. ماشي. هاي شو صالح صالح صالح. اسمع هلا هلا بدي متأذن من حق الحمار. ولك مالك شي عندي. لك بلا الي. الك. خذي لشوف. لا شو سوى هذا الأثير؟ رفع مسرب. يكسر. شو بدك؟ شو بدك انت وياه؟ من وين؟ هاي مرتي. ليش قتلتها؟ طلبتني من المتقدم. قديش المتقدم؟ 5 ذهبات. مش 5 ذهبات قتلتها؟ ولك بقتل اخي مش ذهب. أهلين. أهلين. شو صار معك ابن عمي؟ جبت الذهبات من الزلمة النصاب؟ لا والله طلع الزلمة مو بس نصاب، طلع قتال قتلها كمان. والله شو؟ والله. يعني لأمتى الناس بدها تضل عم تضحك عليك؟ أنا هلأ بدي النقد تبعي. شو تيلي بدك؟ نقدي. شو تيلي بدك؟ ما بدي شيء. ما بدي شيء. لك ابعث لك انا لك لك قسم بالله صدقت انك بدي شغله مش خاصتي. انا لك لا يوم بدي اشتغل هالشغله. لك انا مو معقول وقت قربت عليك هيك وبعشتك بالخنجر عم بق الدم هذا. لك عاد عاد زغلت لي نظري. شو؟ لك صل انا خايفه خايفه كثير. لك قومي كشفونا والله مشختونا انا وياه. لك ما تخافي رح نبيع هذا البيت. ويا فكي احسن شو قعدنا هون بس ليكي رجع عيدي لي هي تبع البسكوت لما هيك لما حسيت حالي بنت انا زعلت علي شلون لا لا شغله مش خاصتي قبل انت لا يا هون بدي اشتغل على حاجه بقى وانا اشتريت وانا بعتها قديش بدك حقه اخي هذا البيت حقه حوالي 200 ذهب بدي بيعك اياه ب50 50 ذهبة؟ ايه 50 ذهبة. وأنا اشتريت. عمل لك بعتها، جيب الذهبات وتعال. يا الله. ايه ما قلت لي، ليش بدك تبيع البيت؟ شو بدي أقول لك؟ بعد ما قتلناها للمرحومة يعني الله يرحمها. يعني ما هذا بدر اتهمنا بدنا نعطيه دفعة، قلت لها علي أخي بيع البيت واطلع برات الحارة. ما قلت لي قديش بدك حقه؟ أخي هذا البيت بيسوى 200 ذهبة، إلك ب 50. ما بتراعينا اكثر من هيك شو بدي راعي بدنا نعطيه لزلين عمل لنا خلص انا بشتري تكرم عينك خلص اعتبره الى اقصى شوفي شوفي الذهب هذا من ابو ناصر حق البيت وهذا من ابو سلمى كمان حق البيت هلا شو لازم نضب غراضنا ونقول يا ايدكم يلا قومي روحي يلا يا حبيبك يا بيت لك انا عرض علي يبيعني البيت ب 25 ذهبة لك انا مين بده يعطيني البيت ذهبة يلي دفعتهم حق الحمار وانا مين بده يعوضني ال 50 ذهبة يلي دفعتني اياهم حق البيت وانا دفعت 50 ذهبة حق نفس البيت بس اسمع اسمع انت وياه القانون لا يحمي المغفلين وهلا هو ومرته صار أكيد برا الحارة الخانم بتضل عم تبهدل الخدم عالطالعة والنازلة يا باشا وليش بقى يا منوري؟
ما عم يعجبها شغلهم وما حدا عم بيقصر بخدمتها بالحقيقة. هي بتضل تبهدلهم وتسمعهم حكي، حتى أنا كمان عم تسمعني حكي وتبهدلني. لا 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 لا، هالشي هذا ما بيجوز منوب. أنا لازم أحكي معها. لا تنسي يا منوري إنه أنت إليك فضل كبير عليها، أنت اللي ربيتيها ورعيتيها وقت ما كانت صغيرة بعد ما ماتت أمها الله يرحمها. أنا بحبها كتير، مشان هيك رح أضل معها، وأنا بعدها مثل بنتي. بس كمان ما بريد إنه الخدم يتبهدل ويسمعوا كلام مو منيح. خلاص تركي هالموضوع علي، أنا بحبه. الله معك. لعبي لشو؟ ها كش يعملك يا وزير. شبنا يا بي؟ ليش عصبت؟ كلهم دقين اللي غلبتك فيهم، بعدين طول عمري بغلبك. لك أنا معصب من غروري. لك ليش عم تتكبري على الناس وعلي؟ ليش؟ لأنه ما في وحدة بجمالي ولا بذكائي، بعدين بنت الباشا بيطلع لي. بسيطة، أنا محضر لك دبارة من كعب الدست. شو هي؟ بعدين بتعرفي، بعدين. شو أمرت يا باشا؟ أول واحد بيمرو جيبه لهون مين ما كان يكون؟ إيه يا أبو حمد، إيه مين ما كان يكون، حتى لو كان شحات بس جيب لي اياها لهون لحتى جوزه بنتي. بدي اكسر لها منافسها لهي بنتي وغرورها. بس يا باشا يعني بتعمل مثل ما عم اقول لك يا ابو حمدي. يلا روح نفس بسرعه. فهمت؟ فهمت فهمت يا باشا. حاضر. يلا تعال يا عمي ابو حمدي، امرني. شرف معي الباشا، بده اياك. شو؟ الباشا بذات نفسه بده ياني؟ شو جاي تمزح معي؟ شو بده مني؟ ها بدي اشتري منك كل البصلات. شرب معي. شرب بشرفها. ايه شرب شرب. سعفة بصل 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 وتسلي حصى. انت خرجت الجواز يا حدو؟ انا؟ منين يا حصرة؟ الله وكيلك عايف التنكة تبعي، يا دوب عطلع اكلاتي وشرباتي. طيب شو رأيك اني جوزك بنتي وما رح خليك تدفع ولا متليك واحد؟ شو؟ شو عم تحكي انت يا باشا؟ هلا انا بذات نفسي بدي اتجوز بنت الباشا؟ لك شو حكي انت؟ اكيد عم تمزح مو هيك؟ عم تمزح. لا ما عم بمزح، انا رح جوزك اياها وما بدي منك لا ابيض ولا اسود. بقى شو قلت؟ شو بدي اقول؟ والله مالي عرفان. انا زلمه هلا بحلم ولا بعلم؟ لك انا بامرك بامرك. شو بدك؟ انا جاهز. بس اسمع، بدي اياك تكون رجال وهي مرتك، وبدك تنسى انه هي بنت الباشا. فهمت؟ ايه فهمت عليك يا باشا. اتكلنا على الله. لا اله الا الله. من غير ما يلمسني. والله اذا قدرتي تقنعي انه يطلقك ما بتقصري. اسمعي، هذا الروب اللي عليك بدك تروحي فيه، يعني ما بتاخدي معك أواعي ولا شيء ولا صيغة ولا شيء، وبدك تقعدي معه بالبيت اللي هو ساكنه. فهمتي؟ يلا جهزي حالك لحتى أنا أروح شوف الشيخ مشان يكتب كتابه عليك. ليش الباشا لا يرضى يجوز بنته لواحد مثل حكايتي وهو بيقدر يجوزها لابن الوالي؟ بعدين انا اشكام بشتغل طول النهار ما بقدر اجيبلها الاكل اللي بتاكله بقصر ابوها، وانا يا دوب عم بقدر اعيش حالي. والله اشكام بدها تاكل مثل ما بدها وتلبس مثل ما بدها لازم تشتغل. معقول الباشا قصده هالشي؟ والله شيء بجنني. قومي قومي، الله يرضى عليك فيروز. قومي اعملي لي هيك شيء، ابري شاي شنو راسي عم بيجاني. نعم يا بعدي. اولا فيروز خانه،
لنكون واضحين. ثانياً قوم انت تعمل شاي لي ولك. نشف ريقي. شبك شبك خذولي بالك يا خانم، بس يعني ابوكي قال لي لما بدك تتجوزها هو الرجال، رجال بالبيت يعني انسى هي انه بنت الباشا وما باشا، يعني شو هالقصة يعني اللي عم تحكيها انت؟ انت اللي بدك تنسى وغير خالهم ما برضى. بعدين بعدين وين وين اوضه النوم؟ ما عم شوفها، وين بدي نام؟ شو اوضه النوم؟ ما عندي اوضه نوم انا ولا عندي شيء. لكن وين بتنام انت؟ مطرح ما بدك تنامي انت. وانا وين بدي نام؟ مطرح مو عادي. بلشوا. طيب انا جوعانه، شو في عندك اكل؟ خس الجوع تكرم عيونك، هلا بجيب لك رغيف خبز وبصلاي وزايد غيره من المطبخ. لا خلص ما عاد بدي اكل. اسمع، من بكره انا نازله معك على الشغل. شو ها؟ وشو بدك تشتغلي معي؟ بكره بقول لك. قوم انت تعمل الشاي. ايوه اول معي امرك يا خانو. بدخيلك كيف بدي اعيش بهالقرف انا؟ بصل 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 بصل، تعا خد بصل وانسى اللي حصل. شو بلاقيك ما جمعت ولا نقله؟ شو بيعرفني لك فيروز؟ والله خانم يا خانم لا تواخذينا من شان الله، بس الله وكيلك ما استفتحت من الصبح لقول العالم لك ما بدها بصل، ما حدا عامل له شيء طبخه بدها بصل، لك شو هاد والله العجن. ايه طول ما عم تبيع هالبصل ما رح تجمع مصاري بعمرك حده. ايوه وشو بدي بيع دخلك؟ اه قليلي تفاح. شو تفاح؟ هلا تفاح رح يصير معي مصاري ودهب. ايش هاي فقه العاره كلياتها؟ فيها عشر بسطات فيهم تفاح، يعني هلا بفهم من كلامك كلهم معهم مصاري ومعهم دهب. انت جيب التفاح واترك الباقي علي. تفاح يا تفاح، مال جبل الشيخ يا تفاح، عسل يا تفاح عسل. أهلين خالي. مرحبا خالي. نيت أهلين. قديش التفاح؟ مجيديتين. بس ليش مجيديتين؟ شنو بقلبه في عسل؟ فينا ندوق؟ ايه قلي كم رطل بدها؟ رطلين. ثلاثة. سمنة وعسل. ايه اللي بعده؟ انا بدي رطلين. ايه طولوا بالكم كلياتكم اللي رح تاكلوا، كلياتكم اللي رح تاكلوا تفاح، كلياتكم طولوا بالكم تفاح عسل. شو صار معك؟ كل شي مصاري اشتغلناهم بهالجمعة قلبتهم دهب وطلعوا عشر دهبات أحسن من شغلي طول السنة كلياته، وهذا الشي كله بفضلك يا خانو. بري عليك يا حدو. وليش عم تعلي صوتك علي؟ شو ليش عم علي صوتي؟ عم اقول لك الذهبات انا كنت حاططهم تحت المخده وحطيت راسي ونمت، وين بدهم يروحوا يعني؟ فص ملح وذهب يعني؟ ابصر وين حاططهم ونسيان. ولك شلون ابصر؟ اسمعي، ما في غيري وغيرك ساكنين بهذا البيت، شو يعني؟ اجا جني اخذهم وراح. فتح عينك منيح حدو، انا بنت باشا ماني بعازة مصرياتك وذهباتك. ايوه لا تعملي لي بنت باشا وبنت ما بعرف شو،
اطلعي بالذهبات احسن لك. الذهبات ما حدا اخذهم غيرك من هون. الذهبات مو معي. مو معك؟ بتحلفي على المصحف الكريم انه الذهبات مو معك؟ بحلف على المصحف الكريم انه الذهبات مو معي. لا حول ولا قوة إلا بالله. لك الشبه. شو شبهني؟ اسمعي فيروز. خانو. خانو. هلا احنا حندق على باب الشيخ وبدك تحلفي يمين قدام الله إذا معك الذهبات ولا لا. فشو قلتي؟ رح أحلف اليمين قدام الشيخ، بس أنت وعدتني إذا بحلف اليمين رح تطلقني. لك علي الحلال، إذا بتحلفي اليمين رح مسكك ورقة طلاقك بإيدك. منيح؟ إيه كثير منيح. لكن خود مسك هالإصبع، ما حلوة فوت على الشيخ وهي بإيدي. ماشي، أنا رح أحلف. يا ابني مرتك حلفت يمين بانه الذهبات مو معك، ما الله يرضى عليك تذكر وين حاطط ذهباتك. امرك شيخنا امرك. بعد اذنك شيخي انا الي عندك طلب. شو هو هذا الطلب؟ قل له. ايه قل له شيخنا. شرفي وهي ورقة طلاقك. بتعرفي شو؟ ولك أنا اللي مجنني شلون بتحلفي على القرآن الكريم كذب. ولك أنا متأكد 100% إنك مديتي إيدك لتحت المخدة أنا ونايم وأخذتي الذهبات أنتي، بس شلون مرقت علينا الشيخ ما عم بعرف. أنا ما حلفت يمين كذب. مزبوط أنا أخذتهم للذهبات بس رجعت رجعتهم، شنو أنا ماني بعازب مصاري وذهبات عند أبي في كتير. ولك أنتي بدك تجنينيني لك لوين رجعتيه؟ وينهم؟ وينهم الذهبات لك؟ بعدين رح تعرف ورح تلاقيهم تطمن، بس ابقى دير بالك على هالقصبة بخاطرك. ولك شو هاد؟ ولك شو هاد؟ دير بالي على القصبة. ولك لحمة كتابات حطيت الذهبات اللي اخذتهم من تحت المخده بالقصبه، وقبل ما نوصل لعند الشيخ حطيت القصبه لحده مشان يميني يكون صادق، وبعدين لما رجعوا له الذهبات طلقني. شفت يا عبي انا وفيت بوعدي، هي رجعت لك قبل 10 ايام ومطلقه من دون ما يلمسني. والله طلعتي قد كلامك وصار اللي براسك يا فيروز. ليك يا بنتي أنا الشيء اللي عملته مو لأني بكرهك، أنا بدي إياك تتعلمي درس وتفهمي إنه الغرور وكبر الراس بيودوا صاحبه للتهلكة. تعلمت يا أبي، والله تعلمت. أنا تعلمت من هالكم يوم اللي عشتهم مع حده إنه كون متواضعة. يا أبي أنا رح صير مثل ما بدك، صدقني. وأنا هذا اللي بتمنى منك يا بنتي. وشو بده أبوك اليوم؟ يعني مثل العادة شو بده؟ وبده يعزمنا لعنده على الغداء. يا لطيف على قصة هالعزايم اللي ما عاد نخلص منها. لك شو بنات ها؟ يعني أنتِ ما بتعرفي إنه أنا ما فيني أقول لأهلي لا؟ بعدين أبي إذا عصب قسماً بالله العظيم مصيبة. وين المصيبة بقى؟ على اساس انت ما بتعرفي، ما انا صرت شارح لك 100 مره. البيت اللي نحن ساكنين فيه له، الدكان اللي انا بشتغل فيه له، المصاري اللي بطلعهم معه، وانا مابون على متليك واحد. وليش ما بتطالب حقك؟ ولك صرت رجال مشورب، اذا بتستند على الحيط بتهده، ليش خجلان؟ ندى، ابي ما بيرضى ما بيرضى، ابي هيك عقله. بيحب يحط كل المصاري معه، كل الماركانات باسمه، خلصنا. ايه؟ خليك انت ساكت لنشوف شو اخرتك. هلا لا تحكي حكي بلا طعمه. قومي يلا قومي ظبطي حالك خلينا نروح. قومي. لك قومي. حاضر. لك لا شو تروحي لحالك؟ انا بروح معك. يعني خايفه ابن عمي انك ما تكون مرتاح ببيت اهلي. هلا انت ما عليكي مني، بعدين بدك ابوك يزعل مني؟ ايه والله ما بيهون علي يزعلوا. يعني انت بتخاف منه شيء؟
وليش لحتى خاف من أبوك؟ يعني تقبرني صح لا غنى عنك، بس الكل مشتلق انك بتساير ابي وبتحسب له حساب كرمال الزريبه اللي اشترى لك اياها. ايه وشو يعني اذا دعمني؟ بعدين مو انا صهره وساتر له بنته وعم دلل له اياها؟ ايه شو بك تضايقت؟ ايه والله عم امزح معك. ايه لا تمزحي، مو ناقص غير تقليلي اني صهر بيه. شو بك ابن عمي؟ ليش هيك كبرت القصه؟ يا سيدي صح الزريبه ملك ابي، بس الله وكيلك، الزريبه وصاحب الزريبه وبنت صاحب الزريبه تحت امرك. ايه هيك ها؟ ابي دوزني كلامك قبل ما تحكي. من عيوني التنتين. قومي جهزي حالك خلينا نمشي يلا. حاضر تاج راسي. تفضل اخي. يسلم ايديك يا اختي. صحتين وهنا. على قلبي. ايه لك ابني؟ شو اخبار الدكان؟ ان شاء الله الامور ماشيه طيب. الحمد لله يا ابي، الحمد لله الشغل منيح، بس والله الدكان ناقصه شويه بضاعه. ما تجيب بضاعه لك ابني، شوف الربح احسبه منيح، خلي شوي للبيت وبالباقي بتجيب بضاعه. وين عم يروحوا؟ يعني وين بدهم يروحوا المصاري يا عمي؟ ليكون لا سمح الله مفكرنا عم نصرفهم هيك او هيك. ايه مالك علي يمين؟ من سنه ونص مفحم قلبي على مبرومه ذهب وهو ما كان يجيب لي. اللي سكتي يا مرا، هدول المصاري اللي بدك كانه امانه برقبتي. ولو انا بعرف انه جاب لك مبرومه يوم ولادتك، بقى شو لزوم المبرومه هلا؟ خلص ابن عمي، صبيه يعني بتشتهي. بعد اذنك يا امو. يا ابي انت شو بتأمر؟ احنا جاهزين، احنا من ايدك هي لايدك هي. ايوه. وانت صهري شو اخبار الزريبه؟ من زمان ما فرجيتنا الحسابات. عم هن موجودين يعني ايمت ما بدك تعال شوفهم. تعال شوفهم. ليش من ايمتى يا عماد انا بركض ورا رزقي؟ رزقي بيجي لعندي. العفو عمي، انا والله بس مشان نتبارك بجيتك لعنا مو اكثر. لكن يا ابي لكن، الزريبه ملكك وامتى ما بتحب بتجي. طيب وعماد عم يعطيكي حصتك منها؟ طبعا يا ابي طبعا. عمادي قبر قلبي ما في منه، وبروح وبيجي بيقول لي ابوك مفضل علينا. الله لا يحرمنا من فضايلك يا ابي. لك هلا ايمونا بقى من قصص الشغل، شربوا الشاي برد. والله انا كاستي خلصت لتشوفوا انتم. يا اهلا وسهلا. يا الله. بسم الله. لساتك سخنان ابن عمي؟ ما بعرف، بس إليك يا محسن يعني كذاب ملعون لساتني تعبان. طيب خليني ابعت خبر لحكيم يجي يشوفك. لا 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 الله يخليك. خلص كم مرة بده يجي، بعدين مليت منه خلص. طيب خليه يجي يشوفك شوية، والله قلبي غليان عليك. عندك شرفي، يبدو القصة قربت. بعيد الشر عن قلبك ابن عمي، وين بدك تروح وتتركنا انا والولاد لحالنا؟ انا تاركون، انا مالي تارك الولاد، هن تاركيني وتاركينك. ليش قلبك بضل قاسي عليهم؟ والله اولادنا ما في منهم. ايه ما في منهم لما بحسوني موجود وقوي، بس اذا زحطت بيتركوكي، ما بيتكشوا فيكي. ايه مو صحيح الحكي؟ جربي جربي وراح تشوفي بعيونك. قلب الام ما بيقسى اولادها. لك هذا لما بيكونوا مرضيين، يعني اذا مو خايفين علي ما بيخافوا على امهم اللي بيقولوا اخطيها لحالها. يعني بنتك تيجي تساعدك بالبيت شويه، ابنك يجي حامل بايديه شغله من هذا السوق يجيب لك اياها. لا والانكا الله بعث لنورة واحد خسيس اندبوري، وبعث لحسن واحده شاظومه، نسال الله العفو. اسمعي يا ام حسن، اولادك بدهم تربايه. اي نعم بدهم تربايه. اسمعي مني هالكام كلمه وبتنفذيهم بالضبط مثل ما بقول لك. حاضر ابن عم. شو؟ لك انت شو عم تحكي؟ نورا طولي بالك، هن قالوا لي انه ابوك بين ليله وضحاها بجوز رب العالمين ياخذ امانته. يبعث لي 60 حمى، يبعث لي 60 حمى، ولك امي بعثت لي 1000 خبر اني روح زور وشق عليه، وانا لا رحت ولا سالت.
هلا شيلي لي الندب والبكي على جنب وفهميني شو بدي اقول لك منيح. شو في كمان؟ من يوم ورايح ما عاد نفكر الا بمصلحتنا. عم تفهمي؟ بدنا نفكر بمصلحتنا وبس. تقبرني، انت ابنه الوحيد ومن حقك تورته. بشرفك يا ندى هلا وقته لهذا الحكي. لك ابن عمي، اذا انت ما حكيت هلا اختك رح تسبقك وتحكي، وبتعرف اختك متجوزه واحد خسيس وطماع ورح تضل ترغي براس امك حتى تحنن قلبها. ولك ما فشل بنص عينه؟ مثل ما عم قلك، رب العالمين ممكن ياخذ امانته باي لحظه. بعدين طالبي بحقك، لازم تاخدي حصتك احسن ما يجي اخوك وياخذ البيضه وقشرتها. فهمتي؟ لهيك تقبرني بتضلك واعي احسن ما صهرك الغريب يشفط كل شيء. يعني الا بالحق الصراحه، يعني اعطيها لاختك بس هيك شيء منه ولا كله. مشان هيك حبيبي انا عم قول انه تتقاسموا الورثه حياه عين ابوك احسن. يا مو والله ماني عارفه شو بدي اقول لك، يعني شلون بدي افتح معك الموضوع. يعني بصراحة أنا لازمني قرشين وبدي شوية مصاري. قديش بدك يعني تقبرني؟ يا مو أخي حسن مو هيك قصده. لكن شو قصده؟ يعني نحن لازم نحكي بموضوع الورثة. ورثة؟ إيه يا مو. إيه مشان الورثة، هلا الورثة مو من حقي ومن حق أختي ولا أنا غلطان؟ عم تحكوا بالورثة وأبوك لساته عايش؟ يا مو لا تكبري القصة، يعني بالنهاية الورثة من حقنا. يعني أنا كمان جوزي متضايق ولازمه مصاري. إيه يا مو إيه، أحسن ما ناخذ شوية برغيت وبالقطارة، خلينا نحل موضوع الورثة ونخلص منه الأساس. ليش دخلك شو صاير عليك أنت وياها؟ مو أبوك مسكنك ببيت؟ مو فاتح لك دكانة تشتغل فيها؟ وأنت وليه؟ الزريبة اللي عم يشتغل فيها جوزك مو لأبوكي؟ والذهب اللي على قلبك هيك قده مو أبوكي جاب لك ياهم؟ خلصنا يا مو خلصنا، لسه بتعطونا من الجمل اذنه بتقعدوا بتمننونا انكم مفضلين علينا. ايه يا مو ايه، هلا ابي بصراحه يعني زنقيل وعنده مصاري عنده مالكانات وعنده اراضي وعنده دكاكين، خلينا نتبعبع شوي. تاري ابوك كان معه حق لما قال لي اولادك ما فيهم خير. لا يا مو لا، لك انت امنا وتاج على راسنا، شو نحن بدنا نكبك بالحاره؟ هذا البيت اللي انت ساكنه فيه بتضلي قاعده فيه، هذا البيت كبير وواسع وبيسع خمس عيال. ايه يا مو لحاله هذا البيت خزات العين بيسوى مال قارون. والله ما صفي غير تحاسبوني على بيتي. خلصنا يا مو خلاص، خلينا نقسم الورثه ونفض سيره وللذكر مثل حق الانثيين. رسوا انتوا اثنين وست بوزك انت وياها. يا ابي بدك مصاري يا حسن؟ روح خذ مصاري قد ما بدك، بس لا تكون خسيس وكذاب. وانت انت وليه؟ عم يعلمك جوزك الاندبوري على اهلك وانت رضيانه؟ ولا حرف ولا حرف. البيوت اللي ساكنين فيها بتخلوها فورا، والدكاكين ما لكم حصه فيها، وهذا البيت بتنلغوا منه فورا. يلا يلا تحركي انت وياه. ولدك بيتعلموا؟ بيتعلموا يا ام حسن. ايه بيتعلموا. خليهم يعاركوا بهالحياة مثل غيرهم ويكسبوا رزقهم بعرق جبينهم. كأنه قسينا عليهم بهالكذبة. لا. شحات؟ ايه شحات، شو شحات؟ لك شو عم تحكي انت؟ بدك يعني مد ايدي للناس؟ على اساس يعني انت عايش بكرامتك، مطوفر بكتر ما معك، لك رفقاتك واهلك كلهم بدهم منك مصاري، لك ايه مرتك طلقتها لانه سرقت ورثتها من بيت حماك؟ خلصنا، بلاها السيرة بلاها. مشان ذكرك، كل عمرك بتعود على الشحادة، وإذا ما بدك لجيب واحد غيرك نفعوها. اسمع لك يعني قديش بيطلع لي من الشغله تبع الشحاده؟ يعني خميسيتك ما بتنزل عن 5 ليرات.
خمس مرات؟ لك شو هالحكي هاد؟ لك لكان وحدة، يعني إذا اشتغلت هيك حلو وظريف المعلم ما بيقلك. المعلم؟ يعني أنت عم تشتغل مع ناس تانين مو لحالك؟ لكان شو فكر الشغلة هيك سايبة؟ بعدين المعلم كل فترة بيجيب هيك مجموعة بيجربون، يلي بيشتغل صح بيخليه واللي ما بيشتغل بيقلعه. أنا موافق. أصبح وينك؟ اسمع شو رح أقول لك. هلا أنت بتعوج حالك وتبطل رقبتك هيك، عرفت شلون؟ الله لا يعطيكي العافية على هالعملة. والله ما كنت بعرف إنه رح ياخده ويروح فيه يامه. يا ربي دخيلك، وين أخدوه؟ شو بيعرفني؟ بس قال لي ساعتين بالكتير وبيرجعوا. إلك وهو أكذب القايلين؟ يامه أكيد رح يرجعوا، شنو أبي ما بتحمل حدا بنوب. هيك بقى. روحي وليه؟ روحي انقلعي من وشي، ولك تضربي انتي وابوكي. امرك يامو. يا ربي دخيلك، لي على قامتي ان شاء الله. وين اخذ الولد وراح؟ وين؟ لك شو عم تعمل انت الثاني؟ لك خير؟ خلص غرق الولد. لك خلص بعد وشي، شو اللي بدك اياه؟ لك ايه طالع شو اللي بدك يا انت؟ شو بدك يا كمان بدي روح؟ وين اخذت الولد؟ وين وشي عم اقول لك؟ لك حط الولد، وين رحت بالولد؟ لك وين رحت؟ لك مين انتو؟ لك مين انتو؟ نحن يلي ما بيلعب معنا. لك نحن رجالوا لأب محجوب، نسيتوا لأب محجوب. أب محجوب يلي أخذت منه 100 ذهب لتستكري بيت وجيب عليه أولاد صغيرة مشان يشتغلوا كارش عادي. أنا؟ أنت؟ لك الله وكيلك لا بعرف أب محجوب ولا أخذ ذهب من حدا أنا. بلشت الكذب؟ لك الله وكيلك يا أخي، هي أول مرة أنا بشتغل بهذه الكارتة مع الشحادة. روح اسأل أبو حدة، هو اللي بعتني. أخي أنا ما بعرف لا أبو حدة ولا أبو بطيخ. نحن بدنا اياك انت. مش هاي شو بدكم يعني؟ وين الذهبات؟ يا ربي دخيلك، يا ربي دخيلك، شو اعمل؟ يا ربي دخيلك شو ساوي؟ يا ما يعرف عني شو بدي اعمل. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ولك يا جميله، ولك يا جميله. نعم يا مو. هي صار مارق 4 ساعات وابوكي ما رجعوا لاخوكي. طولي بالك هلا بيرجعوا. طولي بالك هلا بيرجعوا. ولك كله منك انت، كيف بتامني تعطيه اخوكي؟ ما كنت افهم. امي انا حكيت لك شو صار. ولك اسكتي، اسكتي احسن لك. انا قلبي مثل النار، خايفه يكون اذاه وعمل له شيء. شو هالحكي يا مو؟ انت نسيانه انه عامر ابنه، مستحيل يعمل شيء يؤذيه. مستحيل يعمل شيء يؤذيه. دخيلك يا ربي دخيلك. ولك لساتك واقفه هون؟ روحي روحي انقلعي من وشي، انت اصل البلا. يا ربي شو اعمل؟ يا ربي شو اعمل؟ راح الولد، راح الولد من ايدي. دخيلك يا رب. وين ال 100 ذهبة؟ 100 شو؟ 100 ذهبة. 100 ذهبة؟ لك الله وكيلك انا، لك الوتكة ما معي اياها، من وين بدي اجيب 100 ذهبة؟ بلش يكذب. لك الله وكيلك ما عم كذب. لك اخي انتو غلطانين فيي، مو انا اللي بدكم اياه، مو انا. يا اخي نحن حتى لو غلطانين معك ما فينا نقول للمعلم ابو محجوب انه نحن غلطنا وجبنا زلمه غير زلمه. مشان هيك بدك تبق 100 ذهبه، ولا قسما بالله ابنك بقتلك اياها قدامك. ماشي يا اخي ماشي، انا الوتكه ما معي، بس رح املكم 100 ذهبة. شلون؟ يا مو شو هذا شو؟ يلا يلا يا ابي. ابصط ابصط ولي على ولا صوت. لا تعال هون، ولا صوت ولا صوت ولا صوت. انت اللي بدك بتضحك من انتو؟ شو بدكم مننا؟ احنا اللي خاطفين ابنك. شو؟ مثل ما سمعتي، وما راح نرجعه لتعطونا 100 ذهبة. بس لا تبسبشي، قسما بالله
الجماعة يلي حاطينهم مشايرة أبوكم، إذا حسوا إنه رحتوا على المغفر وبلغتوا عنا، والله لقتلك ابنك. ما رحنا هدي لحدا. اسمعيني منيح، معك يومين بس برجع بلاقي 100 ذهبة، وإذا ما لقيتهم ترحمي على ابنك. خلص رح أجيب لك إياها، رح أجيب لك 100 ذهبة. يلا والله يلا. ري عليك. الله لا يوفقه لأبوك، الله لا يوفقه إلهي. وانا شلون بدي سكت لك يا، شو عرفني انا؟ اسمعوا على السمع، سكتوا اخي بطريقتك. لك يا اخي الولد جوعان من امبارح ما اكل. وشو بياكل؟ لك اي شيء طعمه اي شيء. زيك. طعمي هذول البزرات يلا. فهمنا. يا بي جوعان. خلصنا ولك؟ أمنت 50 ذهبة. من وين جبتيهم؟ بعت الأرض اللي بقيت لي من وردة أمي، وبعت ذهباتي وذهباتك كمان. وهيك بيكون ناقص 50 ذهبة، كيف بدنا نأمنهم؟ بعد شوي رح يجي أبو سعده والزبون مشان يدفع لنا حق البيت. عن أنو بيت عم تحكي يا أمو؟ ليش أبوكي خلى حيلتنا غير هذا البيت؟ أنت بعتي البيت اللي ساكنينه؟ ما في قدامي حل تاني غير هذا الحل. بس يا مو تروح مصاري الدنيا كلها بس ابني ما يصير له شيء. آخ الله لا يوفقني، لكرهتني متت ولا عملت هالعملة. أنا السبب يا مو، أنا السبب. لا يا مو أنت ما دخلك، بس بعد ما نخلص من هالمصيبة رح أحاسبه لأبوكي حساب عسير. نفرجي. الله يسامحك يا أبي، الله يسامحك. الله لا يسامحه ولا يسامحني إذا رح أسامحه عن هالغلطة اللي عملها معي. خلصني. شوفي الولد.
لا من تمه ولا من كمه، شكله مات. لا ما إذا صار هذا الحكي بلكي بكون نايم. لك شو نايم، عم لك ما عم يتنفس. طيب أبو عرف بهذا الحكي؟ لا ما عرف، شنو من لما رحلت لساته نايم لهلا. ايه خلص خلص بيكون خلص عمره اخي، خلص روح شوف شغلك، روح شوف شغلك، انسى. سلميني. ورجيني ابنك ليكو بصار مع ابوه، بعد الذهبات وبعدين بتشوفيه. عم اقول لك ورجيني ابني بالاول. ماشي. معي الولد، معي. هاتي هاتي هاتي. اخذت ابنك منك يا ابنك.